بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في قناة موثوقة تعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية إضافة الفيديوهات في شاشة النهاية على مقاطع التي ننشرها على اليوتيوب. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، بعد كتابة العنوان والوصف هنا نذهب إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة تحقيق الربح. تستطيع هنا الضغط على تفعيل ثم تم. نذهب إلى المرحلة الثالثة أعزائي المشاهدين، وهي الضغط على لا شيء مما سبق، لأنه كما تعلم سياسة اليوتيوب محتوى مرتبط بالأسلحة، الأحداث الحساسة، محتوى يحث على الكراهية. نذهب هنا مباشرة إلى عناصر الفيديو. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، سنقوم بالضغط هنا على إضافة. هنا تظهر لي شاشات النهاية، وهي تظهر في 20 الثانية الأخيرة من كل فيديو. تختار واحدة منهم أعزائي المشاهدين، أنا سأختار هذه الأولى. بعد الضغط عليها أعزائي المشاهدين، تظهر لي هنا زر الاشتراك في القناة كما تلاحظون، وهنا يظهر الفيديو الذي تريد طرحه عند نهاية الفيديو الخاص بك. نقوم بالضغط عليه ثم أحذفه كما تلاحظون. نضغط هنا على عنصر. تستطيع هنا وضع قائمة تشغيل كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، تختار أي واحدة من القوائم التي قمت بإنشائها سابقا. نضغط هنا على أسعار هواتف النقالة في الجزائر. تستطيع تحديد الموضع الخاص به. هنا في الأسفل كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، تستطيع هنا تصغير أو بالأحرى تقصير المدة الزمنية، وذلك عبر وضع المؤشر والتقصير أو جعلها كما هي. أنا سأتركها 20 ثانية، وهو الرقم المناسب كما تلاحظون. نضغط عليه أعزائي المشاهدين هنا، تستطيع حذفه بالضغط هنا. نقوم هنا مجددا بالضغط على إضافة عنصر. نختار هنا فيديو، يظهر لي هنا فيديو. نقوم بالذهاب هنا إلى اختيار فيديو معين. في حالة ما كنت تشرح هاتف نقال أو برنامج معين أو شيء على قناتك، تستطيع وضع فيديو آخر يشبه هذا الفيديو الذي قمت بنشره. أنا سأقوم هنا بوضع فيديو لهاتف نقال آخر. سأختار كمثال فيديو أسعار هواتف أوبو في الجزائر. بعد الضغط عليه يصبح هنا متاح. نضغط هنا على حفظ، ثم نضغط هنا على التالي، ثم نختار هنا علني. نضغط على نشر. نضغط على نشر الفيديو على أي حال. كما تلاحظون نقوم بالإغلاق. لو ذهبنا هنا إلى الفيديو كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، نقوم بمشاهدته في اليوتيوب. سأقوم بكتم الصوت. لاحظوا جيدا أعزائي المشاهدين، عند تشغيل الفيديو في المقاطع الأخيرة منه، تظهر هنا شاشة النهاية كما تلاحظون. هذا هو الفيديو الذي قمت بوضعه. هذه هي زر الاشتراك في القناة. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. نتمنى أن الشرح كان في المستوى. شكرا لكم على المشاهدة.